فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من يسعى إلى نشر الفساد في المجتمع الإسلامي فيدعو إلى السماح ببيع الخمور علنا، أو السماح ببيع الخمور علنا، أو السماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين، هل يصدق عليه أنه مرتد بذلك؟ هذا يقبض عليه ويحاكم ويطبق عليه الحكم المناسب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.